مرحبا بكم من جديد. إذن كما ذكرنا قبل الفاصل انضمت إلينا الآن المحلل المالي ليالي الرمحي من شركة إي سي بولس. مساء الخير ليالي. أهلا علي. كيف حالك؟ أهلا وسهلا ليالي. بداية خلينا نتحدث عن أبرز المستجدات بالأسواق الأوروبية وآخر تطورات الأزمة اليونانية. هلا الإشي المفرح بالموضوع إنه اليونان تفادت أزمة جديدة حاليا. نعم. تمت صفقة مبادلة الديون وتمت بنجاح وصادقت الدول الأوروبية وصندوق النقد الدولي على حزمة جديدة بمقدار 130 مليار يورو لليونان. ووافقت هلا على إنها تعطي الدفعة الأولى من هاي الحزمة اللي هي ساعدت طبعا بمساعدة القطاع الخاص اللي يتحملوا خسائر ما يزيد عن 70% بهاي المبادلة. ولكن الآن اليونان تفادت أزمة جديدة ومشكلة جديدة بالأسواق العالمية اللي هي هلا عندها سداد الديون كان ب 20/3 وهلا كان ما عندهاش لم تكن قادره على سداد اي من الديون. مع صفقه المبادله اللي هي تحمل القطاع الخاص الخسائر فيها تمت المصادقه على الحزمه الجديده وعامل انه خفض نسبه الديون ونسبه العجز بميزانيه اليونان على السنتين الجايين. طيب ليالي خلال القمه الاوروبيه كان التركيز على اسبانيا، ليش كان التركيز على اسبانيا؟ هلا احنا بنعرف انه اسبانيا من الدول اللي عليها العين كثير هاي الفتره برضه بسبب أزمة الديون بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الدين والعجز بالميزانية. هلأ إسبانيا كانت بالأول حكي مع الحكومة الجديدة كانت بوعود إنها تنزل عجز الميزانية ل 4.4% نسبة العجز، ولكن حكت إنه ما رح أقدر أوصل ل 4.4% حكت ل 5.8%. هذا اللي هو الأغضب الدول الأوروبية. فكان في مناوشات ما بينهم لهلأ اتفقوا إنه يحاولوا على 5.3%، ولكن التركيز لسه بال 2013 لازم تنزلها للسنة القادمة إلى 3%، وهذا راح يكون جدا إشي كتير صعب على إسبانيا بالوضع الاقتصادي الراهن عندهم. وكيف راح يكون تأثيره على إسبانيا؟ هلأ إسبانيا لأنه العين عليها بيضل عليها ارتفاع العائد على السندات، بيضل كلفة الاقتراض مرتفعة عليها بالأسواق. نعم. وبالأخص مع ارتفاع نسبة البطالة وتردي الوضع الاقتصادي اللي هو أغلبه بالركود حاليا. فهذا راح يكون جدا سيء على إسبانيا وعلى الثقة بالأسواق العالمية. ولكن اليوم شفنا طرحت ديون جديدة وكان تقبلها من الأسواق جيد نوعا ما. طيب ننتقل للأسواق الأوروبية، ما هي أبرز المستجدات بالأسواق الأمريكية عفوا؟ الأمريكية هلا حاليا الأسواق الأمريكية عم تعطي الاقتصاد الأمريكي عم بعطي بيانات جيدة جدا. شهدنا بيانات الوظائف الأسبوع الماضي كانت جدا مشجعة. النمو الاقتصادي عم بيكون أسرع بالاقتصاد الأمريكي، وبما أنه أكبر اقتصاد بالعالم هاي مبشرات وبتساعد بالثقة بالأسواق. دعمت الدولار الأمريكي بقوة ودعمت الأسهم. ومن أهم المستجدات اللي شهدناها كان في عنا اختبار ملاءة المالية للبنوك اللي عمله الفيدرالي الأمريكي. كانت نتائج جدا مبشرة بقوة القطاع المصرفي، نجح 15 بنك من 19 واللي هم بعد السيناريو الاقتصادي سيء تم ونجحوا بهذا الاختبار، فكان إشي جدا ممتاز. وشهدنا برضو الفيدرالي الأمريكي رفع تقييمه للاقتصاد الأمريكي والانتعاش. طبعا هذا الإشي كان له الأثر كتير كبير على الدولار وخفض توقعات لتخفيف كمي اللي بنسميه quantitative easing، جولة ثالثة خففت توقعاتها اللي هي هلأ عم تأثر على الأسواق العالمية. ليالي الرمحي من شركة إي سي بولس، شكرا جزيلا على هذا التوضيح. أهلا وسهلا. إذن أعزائي بهذا نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، والآن أنتم على موعد مع حلقة جديدة من برنامج مساء الورد مع الدكتورة لانا مامكيغ، وذلك بعد النشرة الجوية من رؤيا. والاقتصاد اليوم يلقاكم يوم السبت إن شاء الله. إلى اللقاء.